إن أنا عندما نحتفل بذكرى ثورة 26 سبتمبر وبعدها ثورة 14 أكتوبر التي قامت كانت 26 سبتمبر بالخلاص من الظلم والجهل في اليمن، ثم جاءت ثورة 14 أكتوبر التي قضت على الاحتلال البريطاني. وإنما نحتفل بمآثرنا العظيمة التي ينبغي أن تبقى حية في نفوس وضمائرنا وعقول الأجيال اليمنية، لنستمد منها نستمد منها الشعور بالعظمة والثقة بالنفس، ونتعلم منها عبر ودروسا في حب الوطن، ونأخذ منها العبرة من شهدائنا الأبطال الذي قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن حتى تحيا أمة سوية. إن 26 من سبتمبر المجيد هو انطلاقة اليمنيين والانتصار العظيم على الإمامة وعلى الكهنوت وعلى العنصرية والاستبداد والظلم والقهر والتهميش. هذه العيد الذي خلد في قلوبنا وأنفسنا منذ انطلاقته وإحيائه، وإنما أتت تلك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لطمس معالم 26 سبتمبر وعيد الثورة، ولكن لم تستطيع، لأن الثورة مزروعة في قلوب اليمنيين شرقا ومغربا في رجوع الوطن، وإنها تسعى وليس فرق بين هيمنة الميليشيات الحوثية وبين الإمامة. نأمل من جميع الطوائف المتواجدة على الساحة اليمنية، من جميع الأحزاب والتنظيمات، أن تنظر إلى أن الثورة اليمنية 26 سبتمبر هي المسار للوحدة العربية، لذا يجب الحفاظ عليها، ويجب على أن نلتف يدا واحدة بكل تكوناتنا الحزبية والتنظيمية، كون اليمن لا يوجد فيه طوائف كبقية الدول الأخرى التي يوجد فيها طوائف مذهبية. نحن يمنيين، يجمعنا الإسلام، مهما اختلفنا على الكرسي، مهما اختلفنا على السلطة، مهما اختلفنا سنتفق، سيأتي اليوم الذي نتفق فيه. الثورة اليمنية 26 سبتمبر أنجبت لنا ثورة أخرى 14 أكتوبر، 14 أكتوبر 26 سبتمبر أنجبوا لنا أم الثورات 22 مايو الذي تحققت على يد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح والأستاذ علي سالم البيض. ذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر والتي دعت إلى التحرر من الظلم والاستبداد والمرض والانتفاضة على الكهنوت الإمامي، وأيضا بناء دولة قوية وبناء جيش وطني قوي يحارب كل براثين الظلام والجهل التي كانت تعيش اليمن الحبيب. وأيضا لا ننسى أن تباعا جاءت أيضا ثورة 14 من أكتوبر ممتدة للثورة الأم 26 سبتمبر، والتي أيضا كانت من أهدافها طرد المستعمر البريطاني من عدن ليحيا اليمن في خيرا وسلام